ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. هلا وحو أصلنا هذا الروح أخرنا يا آيات أو أنا نفكرين آيات كيلاي وحا كمدا أبورك كمدا إلى اليال أبورك لولالك الله أبورك كالدوناشها مذب كينا يلو قضاهينا إي كالدوينا دانا يا آدمي وآيات كإلهي أرنكا وحا قصوغان آيات قيردة هرددة صوفعدة إن في ذلك لآيات يلو قصوغان تاه لقوم يتفكرون قوم فكريا وعقابنا إياه الله سبحانه وتعالى عبادة أخالصي إليه كوا أيه قصوغان تاهي آياته حتى نفتينا آيات أيه نقصوغان وفي أنفسكم أفلا تبصرون الله سبحانه وتعالى وحوراً نفتينا يقابك الله أبو رأي آيدا يا قصوغا نينا أركي قرآن كان واحد اللو سودجي واحد ويئن لقو برارقو لقو دول هذا آياتكو كور رمينا لقو عبرقاتو ولا ريال الله سبحانه وتعالى وحاو أمري إن لفكره فكر كان لفكر أيو وحاو كنسان يا الله سبحانه وتعالى إن عبادة الله قال سيارو مركات فكرتو آياتك إلهي آياتكو فكرتو وحد غاني سأ الله سبحانه وتعالى إنه يهي الله حقه مظن إن عباد الله قال السير سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى قرآن كيس كريم كاوحى وكويري الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ربنا سبحانه وتعالى وحورا الله سبحانه وتعالى نفت أيو أوفصنيا نفيالها أيو الله أوفصنيا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وقت يقيرين إذا الله سيئا نفت أوفصنا مد آنا لمن هرددد إليك أوفصنيا هرددد وحوي لمشا يروي والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى الله سبحانه وتعالى وأوقبصنا يا مد جيردة وأحكمي نفي على وحكم يا نف ما خي صحة جيردة وحكم أنت تأول عرينا يا صنق الميس قفك وحال لي حال وأصحري أما ما أنت برقدي وصحري سأصحري ويمس الله وأحكمني فيمسك التي قضى عليها الموت إلهي وأوقبصنا يا مد جيردة وحكم مركا نفت أي صحته ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى نفتك رانا والله صدر يا قفك وصوكع يا نشاد أيو لي سيدا درادد قفك مركو الصيحان يا وحال الجديو سنة إنو إراد باسمك اللهم أموت وأحيا مقع الله أيام كل من يكون النوراني هرددا أدقلي سوالي مشيخ مركو صوكع دو واحد أرانيسا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الله أيام هذه سكرة الله ننوليي مركو نديسي يكذب الله حقي سايون هذا النقط مركو رددا وعلم الشيء آيات إلهية كميتا قفك مركو الصيحة وحال الواق سوبنا يهولها الواق بنا يورك مهي هدنا نفتي أياك سوال نغني سوال نشاد يسمح الله إيماني أما مركو رددا كسوا كعب الله سبحانه وتعالى مركو وحوار الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى من ذاك الحتى لصدر يقفتك قفك قصة الله بنا يستمرك وصاقع وقت أي لذا وقت غير ذا إلى أجل مسمى مركا أنت وإن تكبر أرد هردد غير ذا وإن تكبر أرد قفك السعر هدنا الصاقع برارو يؤبانت قنانتك آيات وحال يري إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أرنكا وحا قصوغان آيات غيردا هرددا صوفعدا إن في ذلك لآيات يهي قصوغان تاه لقوم يتفكرون قوم فكريا وعقابنا إياه الله سبحانه وتعالى عبادة أخالصي إليه كوا أي قصوغان تاهي آياته ولا ليالوا إنا نبرارنه آياتك إلهي كفكرنه حتى نفتينا آيات أيانا قصوغان وفي أنفسكم أفلا تبصرون الله سبحانه وتعالى وحورا نفتينا يقابك الله أبو رأي إذا يقصوا مينا أركي الله جل وعلا آياتك وحورا ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله آياتك إلهي وحاكم ذا سيحنت إلهي وذي سيحنا يهبينك يمانك الدلب كينا أضل بيسان
إلهي فضلقيس ودنيري أدراساني ساني نوشي وآيات إلهي فكر أباهيه الله سبحانه وتعالى وحاول من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك الآيات آيات إلهي وحا كمدا أبورك كمدا إلى اليال أبورك لولالك الله أبورك كالدونا شاء مذب كينا يلو قضهينا كالدوينا دانا يا آدمي وآياتك إلهي لما بني آدم كوائل من نبي آدم آدم يحاوى أي كترمي سداء تهمد بدو ديا كالدول لغضه ديا كالدول وآيات إلهي برار أباها رسولك صلوات الله وسلامه عليه مذ كنت تدبر أيها قرآنك الكريم كأه آياتك إلهي حسوسته أو ينبضا صلوات الله وسلامه عليه عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعائتني هبين هبينها كمدا رسولك عليه الصلاة والسلام عاو إلى الله ذريني الليلة أتعبد لربي ربي يان عابدية عاو إلهي سبحانه وتعالى يان عابدية عائشة إلى الله عائشة وعائتني رضي الله عنها وعانيري والله إني أحب قربه وأحب ما يسوع الله قدرت يا رسولك الله ولو شهادا جعلها وعن جعلها الوحق فرحت قريني نبي عليه الصلاة والسلام حيتري وإصطهري وإستاغي وتكني صلوات الله وسلامه عليها بك سعيد وحيتري فلم يزل يبكي صلاة أي كجرة كمزول إنه أوني حتى بل حجره وحينتري وكان جالسا نبي وافد يا مكة عليه الصلاة والسلام مرضي أودي أوتي وإقويدي إلنتي ليس كدادانيس قركي سواقويي حبت كيسيا قيايا قال كيسا قيايا إن ليه سئل ملك دادان يسوي وعيتني فبكى حتى بل الأرض صلوات الله والسلام عليه وآيي إلي انت كغبني سئل لك أقيي أسأل الصداء صلاة دي تكنا يهبين كيو إلي وقت في الصبح أيا سعود وادي بلال أيا أويمي أسأل مركا أقوي سيني الصلاة وحو أرك النبي عليه الصلاة والسلام إلي انت كدادان يسوي أو ينتي داريدو أونا يهبين كاسو إذن مركا أيوي البلال رضي الله عنه تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ما أوني سا رسولك الله أيضا الله قول دافي ذنبك هذا كيه الرجي يكي ذنبي يبا بلال مركا وصدا يري رسولك عليه الصلاة والسلام حاوي يري أفلا أكون عبدا شكورا ميانا نقني أدون شكر بضا مركا يوير يا بلال بلالو عاو وحال يسود جي آية قرآن أيوير لقد أنزلت علي الليلة آية عاو وحال يسود جي آية قرآن ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها هلا قحو أسو ناضي روح آخرين يا آية دا أو آنا نفكرين هلا قحو أسو ناضي روح آخرين يا آية دا أو أنا نفكرين وعلى أركا كتابك إلهي إن أنا وضع أخر النوع من فاتحة إلى الناس لكن أنا نفكرين تدبر أنا لهي أو أنا نقول أنا لهي إلا عد إلهي ورحمة المليان قرآن كان واحد اللوسو دجي واحد وي إن لقبرا رقو لقبرا هذا آياتك وكور رمينا لقبرا عبرقاته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب إلهي وحور رأي كان هو كتاب أنزلو دجيني حق هذا كتاب كاول لبركي waxa loo soo dejiyay waxa waadadka inay ku tadaburaan ugu gulaadaan aayadkiis kuna uquraan kuwa aqliga leh nabiga wuxuu yiri marka bilaal bilaalow waxa la soo dejiyay caawa aayad halaag wuxuu u sugnaaday ruux aqriyay oo aanan ku fakarin waynun liman qaraaha walam yatafakkar fiha kadib nabiga wuxuu aqriyay alayhi salatu wa salaam inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li uli al-albab عرريال أبوك يدلك أبوك اسم بدل كاسم بدل يا هبينك يا مانك آية ذوح أسوين ذاتك عقلي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب وآي أولي الألباب ذاتك عقلي له الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقوة إلهي حصيا مركي تاغين إلهي حصا مركي فريان إلهي حصيا مركي دين عودي أسيحانيا إلهي حصيا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويكف كريان إلى ريال تضبعها أبوك وضيئك أبوك إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
محي أرنا يا مرك ربنا ما قرأت هذا باطلا آيات الإلهي مرك كف كلام وحي أرنا يا ربي قيوم تني ماذا نؤبر بعض إيرجال يطل كون كان بعض ماذا نؤبر سبحانه فقنا عذاب النار إلى يعذبك قبل الباب مرك ولا ليا تفكر أيام لبائية عبد الله بن عباس وحجري هبين هبينها كم إذا هبرت ميمونة الله صحيح ميمونة وحاسك النبي وعبد الله بن عباس هبرتي هبيك وكوكورنا يقولك السعد عبد الله بن عباس محاوي العقل بضنه آت أجعل النبي عليه الصلاة والسلام علمك قاط حق عبادة حق دقنك إنه نبيك قاط وجعله هبين كابرت أيو كوكورنا النبي أسمى والله صحيح يقولك أيوه وحاوي عبد الله بن عباس رسولك عليه الصلاة والسلام أهل كيسام حاسك سأيو لشك استساعة وقت يلشك است كذب النبي واصح هبين كائن عباس رسول جدا النبي وروائن وكور قبر لقد قاقي صلوات الله وسلامه عليه وحي للنبي مركي أو صاحبين مركي أو باقي النقض عليه الصلاة والسلام هبين كي ثلث الليل الآخر سدح ميرا وضو ميال قيب تسدح هذا الدم النبي قوى إستهال وصوك عين مركي ورده كصوك عين وأو فليست مركي وفليستي وحو آجي سمد وحو أغري إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لا آيات من الألباب آيات سؤال وهبين مره وصعدي قدن بي سمدوا إيغيا ووقت دتك أي سنسوجيرين شنقرت مارت أي سنجرين جوينا قدقين يحي سمد أيو أيغا آيات أيو أغريين صلوات الله والسلام عليه وحوير إن عباس نبي قوى إستالي وهو سقاتي وعضي صدي وحو تكذي كو يتمرق عم كذب بلال أي أدمي هدنا وحو تكذي مركي آذانك اللبادة آذامي أما آذانك سبحة لبرق عيو تكذي رسولك عليه الصلاة والسلام كذب واو بحي وحو تجي صلاة الصبح مرك النبي قصد أيوها عليه الصلاة والسلام من تدبر بضن فكر بضن الله سبحانه وتعالى أنت أيو نفري ولا ليال مرك وإن فكر كبضن قال النبي وكما ذح عليكتي الله سبحانه وتعالى وحو يريد قل إنما أعيدكم بواحدة النبي محمد وحد كتر هذا قال ذاني حق بين الناس هل مدن باندك وعدنا يا أن تقوموا لله مثنى وفرادى إن الذي ارتبوا استغتان لما الله يكرقل لما الله يستغل كرقل ويستغل ثم تتفكروا كذي فكرة ما بصاحبكم من جنة صاحبك ما مدوى وحاوهيهم من دقاية إذا كدقاية بين إيدي عذاب شديد عذاب درب مرق غفقا وإنوا فكروا أمد وإن إسفانسيان دينك إلهي سبحانه وتعالى أبورك على جل وعلا سي إلهي سبحانه وتعالى عباد الله غارسي له الله سبحانه وتعالى أن غياله كوة فكرة دينك إلهي كتدبرة الله سبحانه وتعالى وامرتي سوه كان سمي إلهي أن غياله الله سبحانه وتعالى أن فانسي دينك إساء الله سبحانه وتعالى أن بر علمنا فعيا إلهي سبحانه وتعالى وأنفع علمي أن بر جامعا بركي سن الله سيدنا وكل مية جنات النعيم إلهي أن وكل مية والله سبحانه وتعالى عليك.